المركز ال 12. توني بجوار حكم اللقاء وائل فرحان اللي بيعطي إشارة البدء والانطلاق لهذا اللقاء الهام جدا على أنغام وعلى وقع هتافينهم القرعة من دقيقة أو من ثلاث دقائق مثلا. محمد إبراهيم تتلعب عالية جوه المنطقة لكن تمر من الكل، كان متقدم بيكهام تفوت من الجميع وتخرج إلى ضربة مرمى من الجانب لبيكهام. اتضغط عليه من مابولولو، اتقطعت وبقت المواجهة بين مابولولو وبيكهام. مشي مشي مابولولو يطلق أول طلقة في هذه المباراة من الاتحاد السكندري، وتجربة كده وأنبوبة اختبار تسديدية من الأنجولي مابولولو من مكان بعيد ومن زاوية كمان متطرفة شوية، لكن 16 سنتي 10 ياردات. عمار حمدي وأحمد عادل ميسي، اثنين لاعبين من المواهب من الموهوبين، الاثنين واقفين في الحيطة. ضربة الحرة اتلعبت عالية جوه المنطقة ورأسية يطير عليها يروح لها صلاح محسن، لكن كان معاه رجب نبيل فالاثنين راحوا على الكورة في نفس الوقت في نفس التوقيت في نفس المكان، فحصلت المشكلة دي وطلعت بعيد وضاعت الكورة وضاعت الفرصة. في لاعب من سيراميكا متكوم على الأرض أصلا في أقصى الملعب هناك ناحية اليمين، لكن اللعب مستمر. نزل عفو بسام في المرمى والضربة الحرة تتلعب عالية وسقوط على الأرض من هشام صلاح، ووائل فرحان يحتسبها ضربة مرمى لسيراميكا. أحمد عادل ميسي انطلاقة من نص الملعب، مابولولو حطها له بينية جميلة جدا ومابولولو لكن ما يلحقش. ليه؟ لأن رجب نبيل نزل على الأرض ومد رجله وفي اللحظة الأخيرة يلحقها قبل النجم الأنجولي، ومناوشات والاشتباكات في داخل منطقة جزاء سيراميكا أثناء تنفيذ ولعب الضربة الركنية للاتحاد السكندري. اتلعبت الكرة عالية وتعدي من بسام وتعدي من محمود ومن هشام، عدت من الكل وفاتت وخرجت إلى ضربة مرمى، لا أعتقد رمي التماس من الجانب الآخر اللي حسبها فاول اصلا، وخساره امام بيراميدز 1-0 نفس النتيجه. ضربه حره خالد الغندور يا ولد، المره دي اظبط رغم انها ابعد من كوره محمد توني، كوره سيراميكا اللي كانت من شويه ابعد، لكن المره دي خالد الغندور يلعبها اقرب للمرمى وكوره بالفعل في منتهى الخطوره يطير عليها محمد بسام والكوره يا دوب جنب القائم وتبقى ضربه مرمى لسيراميكا. لفها بشكل رائع وكرة بالفعل وكرة للأمام وبشماله حطها حلوة قوي محمد شكري جوه المنطقة. شكري 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 بالقدم اليسرى في مواجهة محمود علاء يلعبها عالية وباكورد دبل كيك وصلاح محسن، الكرة الأجمل في هذه المباراة باكورد دبل كيك رائع من صلاح، لكن المهدي سليمان يتألق ويطير على الكرة ويمنع هدف اخطر واقرب كوره، يعني كوره خالد الغندور الضربه الحره اللي اتلعبت كانت بشكل رائع ومرت يا دوب بجوار القائم، المره دي كوره صلاح براسيه ميدو جابر بذكاء وبسرعه بديهه وبحسن تصرف من دم ينطلق يخترق وبشماله شكري بيحاول يرقص ويعدي لكن هشام صلاح يمنعه، وفي هذه اللحظة وائل فرحان يطلق صفيرا، اعتقد ان هو ده التفسير المشهد المتوفيرا للوقت، يعني بدل ما يقعد يغير في الارقام ويكتب الرقم ويمسح ويعمل ديليت ويرجع تاني وقال لك لوحتين وخلاص. المهم يعني خرج عمار حمدي ونزل مكانه محمد محمود، يبقى تبديلين للاتحاد، وكان الشوط الاول فيه اربع بس من الاخيرة سيراميكا والاتحاد انتهت 4-4 8 أهداف في المباراة اللي بنتكلم عليها دي. تسديدة قوية تغير اتجاهها وتتحول إلى ضربة ركنية، تتلعب الضربة الركنية إبراهيم أيولا رقم 39 مكان عنتر رقم 10 عالية جوه المنطقة ورأسية وأيولا في أول لمسة وتسديدة ومحاولة من ميدو جابر لكن ما تظبطش، تعلى لفوق وتروح بعيد عن المرمى. تسديدة سيف قا والله سيف هو اللي تقدم ومشي وشق بطريقه ومحدش عارف يوقفه، محدش عارف يعمل له ايه. ليه محمد توني
ببره رجله يلعبها حلوه جدا، وادي انطلاقه وانفراد، وايولا ايولا ايولا مش ممكن، ميدو جابر واتلعبت والهجمه لسه مكمله، ما يلحقهاش المهدي سليمان وتبقى ضربه ركنيه لسيراميكا كليوباترا. اخطر واقرب كوره، شوف مفيش اوفسايد مفيش تسلل، لو دي ادي الكوره اهو من توني، بص بره رجله توني اتضرب الدفاع، مفيش اوفسايد مفيش تسلل على الاطلاق، ولا عرضيه من صلاح محسن وتشويحه من صلاح لابراهيم ايولا، لانه ابراهيم كان عايزها قدامه، صلاح لعبها وراه، فجه العتاب من صلاح. بدلاء الاتحاد السكندري سواء اللي نزلوا اللي كانوا بيلعبوا وخرجوا او اللي ما نزلوش اصلا زي سيد سالم، الكل يتابع ويراقب. اخر خمس دقائق اتلعبت عاليه والمهدي، المهدي خرج يا دوب لمسها، ومن حسن حظه ان سيف ما لحقهاش، رجعت الكوره مره تاني عادل عاليه، مش ممكن جول، لا مش جول، ابراهيم ايولا كان هيعوض الفرصه الذهبيه اللي ضيعها اول ما نزل يسجل ايولا، لكن رايه اسامه السيد تحرمه. خلينا نتاكد، خلينا يبدو ان الفار ممكن يبقى له دور في حسم القرار. ايولا على مرتين والراجل لغاه، فايولا قال له ماشي اهو انا بعيد اهو، انا بعيد هستنى، انا معاك انا معاك، عايز ايه؟ انا معاك للاخر، استنى الفار، ماشي نستنى الفار، نستنى الفار، خلينا نشوف الفار هيقول ايه. الفار قال اوفسايد، الفار قال اوفسايد. 10 ثواني تقريبا من عمر المباراه، وائل فرحان بيبص في ساعته وبيستعد لاطلاق صفارته. لم تهتز الشباك الا مره وتم الغاء الهدف للتسلل، وبالفعل كما بدات المباراه كما انتهت، تعادل سلبي بلا اهداف في الوقت الاصلي في التسعين دقيقه. جوه المرمى محمد صالح هو اللي هيبدا، محمد صالح والقائم، القائم ينوب عن محمد بسام، انقذ. ماذا سيفعل هيما في مواجهه المهدي؟ محمد ابراهيم يا ولد، الكابتن والقائد خالد الغندور، وبسام واحد، وشكري بالقدم اليسرى، محمد شكري ياخذ القرار ويركز، والمهدي يتألق. ما بولولو في مواجهه بسام، ما بولولو ياخذ القرار ويركز، النجم الانجولي، النجم الانجولي يا ولد. محمد عادل، محمد عادل في مواجهه المهدي، محمد عادل يا ولد، طار المهدي، لعب على التوقع. ساليفو مورو في مواجهه بسام، ساليفو بيمينه نشنها، رجب نبيل، رجب نبيل بيمينه، رجب نبيل وبمنتهى الهدوء وبمنتهى على اللي هيسدد، اتلعبت محمد محمود، سجل محمد محمود. محمد توني المتألق في نص ملعب سيراميكا كليوباترا يحمل كل الآمال الآن، محمد توني بيمينه يرسل سيراميكا إلى المباراة النهائية، توني يتألق ويسجل ويرسل سيراميكا كليوباترا إلى النهائي لمواجهة وملاقات المصري البورسعيدي.